أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من خلال شاشة الكرمة وبرنامج الحقيقة وبس في هذا البرنامج بنجتهد بكل طاقتنا أن لا نقدم إلا الحق الكتابي الحقيقة وبس وقال المسيح تعرفون الحق والحق يحرركم فما نريد أن نقدمه في هذه الحلقة الخاصة هو الحق الكتابي عشان كده السؤال المهم اللي بيطرح نفسه علينا كمؤمنين هل النبوات هل بطلت ام لا زالت هناك نبوات؟ البعض بيقول ان الكتاب المقدس هو نبوه الله والكلام المعطى من الله وهي الكلمه الاخيره لذلك لا يمكن ان يضاف اليها اي نبوات اخرى، دي حقيقه احنا نؤمن ان كلمه الله العهدين القديم والجديد هو الكلمه النبويه اللي هي اثبت وهي كسراج ينير لنا الطريق ولا سيما الطريق المظلم، لكن هل نتكلم عن النبوات بالمفهوم الكتابي؟ احنا هنشوف الكتاب على ماذا يعلم وبما يعلم ما هي النبوه وهل هي امر يمارس في العهد الجديد ام ده امر انتهى ولا وجود له وماذا يقصد الوحي المقدس في كورنثس الاولى اصحاح 13 لما بيقول اما النبوات فستبطل والالسنه فستنتهي. والعلم سيبطل ماذا يعني الكتاب المقدس بكل هذه الاقوال معي ويشرفني في هذه الحلقه ضيف مبارك ومعرفه من سنين طويله اكن له كل محبه واحترام وهو الدكتور ايمن منير اهلا وسهلا بيك اهلا بيك اسس نبيل مبسوط ان انا معاك مبسوط أن معاكم في الحلقه وربنا يدينا اعلان من عنده عن كلمه ربنا في النبوه امين احنا بنشكر ربنا من اجلك وأنت رجل صلاه أمين. وعندك الاتزان الروحي في كل ما تقدمه وده شيء الحقيقه يعني يميزك وانا بصلي ان ربنا يجعلك دائما سبب أمين. بركه وتكون دائما نور في كل دوائر الكتاب في المقدس لكل من تحتك بيهم. اسم ربنا النهارده يسوه. موضوع حساس وهو موضوع النبوه. النبوات هل بطلت؟ الكتاب بيقول اما النبوه او النبوات فستبطل. الالسنه فستنتهي. هل بيتكلم على العهد الجديد هنا؟ في هذه الايه بالتحديد ام انه يتحدث بطريقه عامه يعني ايه الهدف من هذه الكلمات الحقيقه الموضوع ده والموضوع يعني مهم جدا جدا احنا ربنا يدينا نور واعلان فيه لان في بسبب خبرات كثيره سلبيه حصلت في موضوع النبوات الموضوع بقى شائك وبقى كتير من مرات مختلط الحق بالخبرات الفاشله اللي مرينا بيها بالكتاب في كورنثوس الاولى اصح 14 جدوا للمواهب الحسنى وبالاولى ان تتنبؤوا هذه الكلمات مكتوبه في العهد الجديد ما هيش مكتوبه في العهد القديم واحنا بنقرا في العهد الجديد عن حنا النبيه في لوقا 2 بيقول الكتاب انها كانت حنا النبيه اللي هي من صبت صح. بنت فانوئيل من صبت اشير كانت عابده باصوام وطلبات ليلا ونهارا في اعمال 13 الكتاب المقدس بيتكلم عن إني في انطاكيا كان في انبياء ومعلمون في اعمال 15 بيتكلم الكتاب المقدس عن اغابوس النبي اللي اخذ المنطقه بتاعه بولس في اعمال اسف دي اعمال 21 اعمال 15 الكتاب بيتكلم عن يهوذا وسيله النبيين كانوا وعظا الكنيسه وشدداهم زي ما الكتاب المقدس بيقول وهكذا فالعمل النبوي عمل لم يتوقف الكتاب المقدس بيقول ان في افسس اربعه وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض أنبياء. أنبياء وفي أعمال في أعمال 13 آية واضحة جدا بتقول كان في الكنيسة أنبياء ومعلمون م. في الكنيسة م. فالعمل النبوي لم يتوقف الرب دايما يهمه أن يكون ما احتواه في الكلمة المقدسة اللي طبعا لا يمكن أي زاد عليها أن هذا الكلام اللي رب احتوى في الكتاب في الكلمة المقدسة يدي النور لكل زمن من خلال الكلام النبوي اللي ربنا بيعلمه لأولاده المقياس بتاعه زي ما بيقولوا خط الزيج اللي يتوزن عليه هو كلمه ربنا. تمام هو الميزان اللي بتوزن عليه اي كلام عشان كده بيقول الكتاب المقدس امتحنوا النبوات. تمام. طيب السؤال المهم اذا كانت الكلمه المقدسه هي الكلمه النبويه وهي اثبت زي ما بيقول لنا بطرس الرسول الى اخره كلنا عارفين الجزئيه دي. طب ما هي فائده النبوات؟ التي يتحدث عنها الكتاب واللي انت ذكرت عنها حضرتك في سفر الاعمال وفي في كل اجزاء الكتاب المقدس بيتكلم ويقيل اتكلم ان في الايام الاخيره هيتنبا بنوكم الى اخره، طب ايه فائده او ما هو الفارق بين نبوه الكلمه المقدسه وبين هذه النبوات ولا الاثنين زي بعض؟ عارف حضرتك الفرق ما بين اللوجس والريما؟ آه. الكلمه اللي هي الكلمه العامه والكلمه الخاصه. النبوه بمعنى بسيط كانها بتاتي بما هو لوجوس وتخليه ريمه. الكلمه تخليها بدل ما هي مجرد كلمه عامه تاتي بها في الصميم علشان تخليك تدرك فكر الله وقلب الله ناحيه زمن معين ناحيه موقف معين. عشان التوضيح لا يكون حد مش فاهم اللوجوس والريمه اه لا يعني اتفضل قول ايه الفرق بين اللوجوس والريمه. اللوجوس اللي هي الكلمه لما تطلق على آه على على الاطلاق كده بدون بتكون بشكل محدد باعلان محدد بفهم محدد للزمن او للشخص او للمجموعه اللي رب بيتكلم بيها تمام لما اللوجوس دي تبقى تتجسد أعلن. او تعلن آه. للمجموعه دي هنا تحولت اللوجس الى ريما يعني انت ممكن مثلا تعرف عن لا تخف آه. تسمعها كتير قوي آه. وتقراها و و لكن يجي مره روح قدس يحمس بهذه الكلمات اللي قريتها مئات المرات ويجي الرب يقول لك لا تخف تدرك تماما وقتها ان سلام المسيح يملا قلبك وكانك اول مره اول مره تقرا الشاهد دوت ده بقى اعلان خاص بالزبط. هو ده اللي تقصد بيه بكلمه بالزبط. الريمه كويس فالعمل النبوي كانه بينقل الكلمات اللي كلمه ربنا بتحتويها من واقع اللوجوس الى واقع الريمه تمام طيب لو سالنا سؤال وطبعا هناك علامات استفهام كثيره حول موضوع النبوه وهناك ربما خبرات سلبيه صحيح وفي ناس مجرد ما بتسمع قصه <applause> النبوه بي يعني بيقفل تمام كده من الاخر تمام. يعني فاحنا عايزين النهارده نظهر الحق الكتابي بلا مجامله بلا مساومه بلا تخفيف او بلا تجميل الكتاب بيقول ايه؟ لأننا نلتزم ونؤمن بما يعلمه ويقول الكتاب المقدس ما هو هدف النبوه؟ إذا كان عندنا كلمة الله طب يعني نبوة ليه؟ و ولو تكرمت اديني الإثباتات الكتابية مش اللي ممكن يكون يعني مش الاختبارية الفكر الشائع أو الاختباري، لا أنا عايز الكلمة بتقول إيه؟ مظبوط اتفضل في هوشع 12 13 بيقول الكتاب المقدس بنبي أخرج الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ لو تاخد بالك هنا المفتاح بتاع خروج الشعب كان العمل النبوي والمفتاح بتاع حفظ الشعب على مدى الطريق كله زي ما بيقول الكتاب وبنبي حفظ هو شع 12 13 هنا بيتكلم على موسى بيتكلم بالظبط فهنا العمل النبوي كان كان هو البدايه اللي اخرجت الشعب وهو السك هو الـ الـ الامر العمل النبوي هو اللي حفظ الشعب في الطريق بنبي حفظ تعرف عشان تدرك قيمه الامر دوت بيقول الكثير من شراح الكتاب المقدس ان ايام اخاب الملك وايزاب مراته كان تعداد الشعب حسب الدراسات اللي عملوها ناس كتير حوالي خمسة مليون واحد. اول ما جت ايزابل الملكه عملت حاجه بيقول الكتاب في الملوك الاول 18 أربعة قتلت انبياء الرب وقتلت الصوت الملكي النبوي. النبوي. النتيجه كانت ان تعداد الشعب اللي يعرفوا الرب نزلوا من خمسة مليون الى 7000 ركبه لم تحني لم تحني لبعل. النزول دون كله بسبب ان في حد قفل ميه ونور فوق الشعب ست ايزابل دي كمان مش بس عملت كده لكن هي كمان الكتاب المقدس بيحكي ان في فتره ملك الملك اخاب هي نقلت عاصمه المملكه من السامره الى يزرائيل الكتاب المقدس بيحكي ان السامره في يشوع عشرة دي جزء من سبط افرايم لما نقلت المملكه الى يزرائيل يزرائيل دي واحده من المدن اللي موجوده في سبط يساكر يساكر في اخبار الايام الاول 12 32 بيقول ان هذا السبط منوط بيه او الدور بتاعه تمييز الاوقات والازمنه. إذابل شيطانيا هي مدركه قيمه هذا المكان لما نقلت العاصمه لهناك كانها بلغتنا الحديثه قفلت ما ونور. سهل الامر عليها لان ما هي النبوه؟ هي التواصل مع القدير. النبوه باختصار هي اعلان قلب وفكر الله للشعب. النبوه ما هيش مجرد هكذا قال رب انا الحقيقه بأخشى وبأخاف وبحط محاذير كتير أوي على كلمه هكذا قال الرب لان ياما كتير أوي ناس بتقول عن هكذا قال رب وهي لا تعلن قلب الله ولا فكره مه. انك توصلي لي قلب وفكر ربنا وانك توصلي لي قلبه انا اتلامس معاه ده عندي اقوى بكتير من انك تيجي تقولي هكذا قال الرب لان ياما سمعنا الناس بتدي رسائل تقول هكذا قال رب اثرت الناس لخبطت حياتهم والرب لم يقل ورب لم يقل مه. لكن في مرات تانيين تلاقي شخص ينقل ليك قلب ربنا، ينقل ليك حضوره، ينقل ليك اعلانه. الاتيان بفكر الله، بقلب الله، باعلان الله الى المشهد. هو دون في تقديري اهم قيمه للعمل النبوي، ودون اللي بيدي زي ما بيقولوا يدي حراره للحياه مع المسيح. يدي دفء للحياه، يدي تواصل. لما من عملت كده لما قطعت الميه والنور كان سهل عليها جدا جدا ان كل الشعب يضيع في الخطيه سواء كانت كل كل الممارسات اللي عملتها ايزابل. طيب يعني معلش هقطع حضرتك اذا كان الكلام ده كله اللي حضرتك بتشير اليه ده كله كان في العهد القديم لان دي كانت الطريقه التي استخدمها واختارها الله للتواصل مع الشعب بان يصير النبي هو فم الله يتكلم نيابه عن الله الى الشعب. طيب ده كان في العهد القديم لكن لان كمان كان دور الروح القدس يختلف طبعًا. عن دور الروح القدس في العهد الجديد، فكان طبعًا. الروح القدس ياتي ثم يفارق ثم طبعًا. يحل ثم يفارق لكن صرنا نحن هيكلا للروح القدس والروح القدس يسكن فينا. طبعًا. طيب اذا كان ده الجزئيه وزي ما اشرت حضرتك على انبياء البعل وايليا وإزابل واخاب في العهد القديم، طيب ما هو دور النبوه بالنسبه لينا الذين حل الروح القدس فينا والمسيح قد جاء وفتح قدامنا أبواب كثيرة وزال كل الحواجز للدخول إلى قدس أقداس الله والتواصل مع الله ومعرفة فكرة الله فما هو دور النبوة في العهد القديم كتابيا في العهد الجديد متأسف في العهد الجديد بيقول الكتاب في الأولى 14 أن من يتنبأ يتكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية آه. وبيقول الكتاب المقدس ان تسليه يعني ناس بتتسلى آه. المقصود بها تعزيه مم. مم. وبيقول الكتاب ان وضع ان رب وضع رسل وانبياء فهذا الامر هذا الترتيب ترتيب كتابي ترتيب الهي فهو ليس من اختراع بشر الانبياء ان العمل النبوي وظيفة الدور النبوي ليس من اختراع بشر لكن ايه اللي ربنا عايز يعمله من خلال العمل النبوي ايوه بنيان ووعظ وتسليه طب ما رايك اذا كان الناس بتروح لما يسمع يقولك الشخص ده ربنا مديله نبوه وبنشوف ده كتير وتمتلئ الاجتماعات وتمتلئ وياتي الناس من كل مكان عشان متوقعين ان ربنا هيكلمهم على احداث مستقبليه تخبر بما سوف يحدث لك في الايام والسنين القادمه ومستقبلك وللاسف الشديد يعني انا اسف اني اقول ان مرات كتيره بيتحول المشهد إلى مشهد مؤسف وكأنك رايح تضرب البخت أو عايز تعرف بختك يا بخيت للأيام اللي جاية للأسف الشديد هل هذا فكر كتابي؟ ده اسمها روح عرافة التحرب بهذا الأسلوب ده اسمه روح عرافة خليني أقول لك إيماني مع كل التقدير لأي آراء أخرى إيماني أن النبوة هي إعلان فكر وقلب الله من جهه الماضي والحاضر والمستقبل ده جزء صغير منه هو المستقبل لكن اعلان فكر الله قد يكون في الماضي قد يكون في الحاضر قد يكون في المستقبل بيقول الكتاب المقدس في سفر الاعمال اصح 15 عن يهوذا وسيله بيقول كانا نبيين عملوا ايه يشددان وعظا, وعظا. وشدداهم يعني كان الترجمه العمليه الترجمه م. الفعليه للعمل النبوي اللي الاثنين دول بيقوموا بيه وعظ وده اللي بيقول الكتاب في كرونس الأولى 14 بنيان ووعظ وتسلية شعب الرب يحتاج أنه يعرف فكر الله إيه يتلامس مع قلب الله إيه العمل النبوي في الحقيقي في مضمونه أنك تأتي بإعلان الله قلب الله فكر الله إلى شعب ربنا كان ده عن حاجات في الماضي كان ده عن حاجات في الحاضر كان ده عن حاجات في المستقبل ده جزء منه لكن قصر العمل النبوي على ده كان انت بتعمل زي جوجل بتعمل مع ربنا زي جوجل ب... يعني ايه كان بتسحب المعلومات منه وحاشا لرب ان يكون العب... يعني انا بتعب جدا لما بيكون يقتصر العمل النبوي على حد بيدي رسائل يعني ده فكر يعني ده مش فكر كتاب ده فكر خاطئ كونك انك انت شخص نقول ان ربنا مديله موهبه نبوه وكل اللي بيعمله الناس سوري يعني بيروحوا ويقعدوا في دواير وكل واحد مستني دوره عشان ياخد كلمه انت بتختلف مع هذا الفكر تماما مم. تماما وده الحقيقة تشويه للعمل النبوي وتشويه يعني تشويه يعني خدمة نبوية اضرت اضيرت جدا جدا من كل من كل عشان الأشكال كده دي. في ناس كتيره مجرد ما تسمع كلمه نبوه او حد يتكهربوا زي ما بيقولوا او او يقفل منك نهائي تمام. او ممكن يطلع بره الاجتماع تمام انا تمام. يعني انا شفت بعناية ناس بتعمل كده لان مرات كتيره احنا زي ما حضرتك قلت بيتحول الفكر الكتابي الى فكر انساني او فكر سميه بقى زي ما تسميه في عالم الروح انا مش عايز اقول عرافه يعني لكن مرات كتير بيشبه ضرب البخت او قرايه الكف او هيحصل لك ايه بكره وتتصل كل ما يحصل تخش في مشكله تتصل بالشخص ده وتقول له صلي لي عشان تقول لي رب اعمل ايه وربنا يمشيني ازاي انا بشوف دكتور ايمن ان ان هذا الاتجاه هو اتجاه مدمر تماماً, تماما لعمل الله وليس فكر مبني على كلمه الله انا عايز اكون واضح جدا في, في, في اسئلتي وفي تعليقاتي انا اؤمن بكل ما يقوله الكتاب فيما يتعلق بمواهب الروح القدس واؤمن ان مواهب الروح القدس لم تندثر ولم تنقطع وستظل الى ان ياتي المسيح هذا هو ايماني الواضح لكني في ذات الوقت اختلف كل الاختلاف مع الناس اللي هي بتستخدم فكرة موهبة النبوة فقط عشان اعرف ايه اللي هيحصل لي واولادي هيجرالهم ايه وبكره اروح فين واروح اتجوز فلانه دي ولا ما اتجوزهاش واخد الشغلانه دي ولا ما اخدهاش ولا انقل الولايه دي ولا ما انقلهاش لان شفت بعينيا كخادم وكراعي ناس اتدمر مستقبلها لانها استمعت الى افكار ادعى اصحابها انها فكر الله 100% وافق يا سيس. مية في 100% وحضرتك يعني اديتنا في كورنثس الاولى 14 الايه والشاهد ان من يتنبا يكلم الناس ببنيان ووعظ ووعظ وتعزيه فاذا كنا بنتكلم على وعظ اذا يمكن ان يكون الوعظ جزء من النبوه 100% لان في ناس مجرد ما تسمع التعبير ده وانا طبعا مش مش هحط للناس دي اسماء او تاجز يقول لك لا ده فكر بتاع الاخوه لا ده فكر كتابي مش فكر اخوه زي ما قلت لحضرتك في اعمال 15 عن يهوذا وسيله نبيين الترجمه الكلمه العمليه لكلمه نبيين بيقول عليها وعظا تمام ده نصا ما هو مقصود بالوعظ يعني يعني الوعظ هدفه ايه حتى برضو نبقى واضحين في في الافكار بتاعتنا طبعا احنا كتير ممكن بنخلط ما بين ال ال الوعظ اللي هو الكلام المحفوظ، الكلام الانشا، الكلام اللي هو اه بتدور في دفاترك القديمه عن كلام تقوله للناس يوم الاحد. فالناس اللي بسبب ان الكلام بقى اجوف، جامد، ملوش ما فيهوش حياه، مم. الناس تعبت من الوعظ. لكن الوعظ حسب ما بيقول كلمه ربنا مم. هو اعلان فكر الله، اعلان قلب الله، مم. عشان كده انت لو في وعظك مجرد ان انت بتجيب من دفاترك القديمه، مجرد ما تجيب ان كلام انت دورت عليه في حد وقريته من حد ورحت انت مجرد ميكروفون نقلته هنا ما بقاش الوعظ حسب قلب ربنا لان الوعظ في تقديري هو جزء من العمل النبوي اعلان قلب وفكر الله لشعبه بشكل مباشر يعمل تواصل ما بين الشعب وما بين الرب كانه في يعني هوت لاين زي ما بيقولوا او الخط ساخن مم. مم. هنا ده جزء اصيل من العمل النبوي لما بيكون الوعظ حسب التواصل والارشاد مع الله اعلان فكره الله هنا دون في تقديري جزء اصيل من العمل النبوي. اشكرك جدا من اجل التوضيحات دي اللي يعني انا بشكر ربنا على النور اللي رب مدهولك وعلى الاتزان وفهم كلمه الله كما هي، يعني احنا لو قلنا بنيان ووعظ وتعزيه اللي هي كلمه تسليه المقصود بها تعزيه اذا في الثلاثه دول الكتاب ما بيتكلمش عن اي حاجه تتعلق بالمستقبل <applause> وإن كان الله في التلاتة دول لما يتكلم ممكن يكون في جزء للمستقبل يعني لو أنا اعتبرت أن المستقبل ده أو, أو أن ربنا يديك زي ما بيقولوا بالتعبير الإنجليزي الدارج هيدز أب يعني عايز ينور لك السكة ويعرفك بحاجة معينة لقصد معين لتتميم فكرة الله فأنا لو حتى قلت أن دول أربعة يعني معناها الإخبار بالمستقبل ده ربع القصة كلها مزبوط. مع أن الناس بت بترجم العكس أن ده هو كل شيء والحاجات التانية دي إضافات يعني لما يقول الشخص مثلا ربنا بيكلم بي 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 من خلال خادم معين والخادم ده بينقل بحق فكر الله وتلاقي ناس قاعدة بيقولك أنا ربنا كلمني النهاردة ما ده فكر نبوي مظبوط إذا إذا الإخبار بالمستقبل ليس التركيز ولا يجب أن يكون التركيز وما ينفعش نقول لجميع المؤمنين نقول له ما ينفعش ان حضرتك احنا كلنا بنؤمن بما يعلمه الكتاب المقدس تتصل بواحد عشان عايز تعرف ربنا هيقول لك ايه في المستقبل ولا ده فكر اوافقك جدا هتلاقي الاساس اتهالي ده فكر خاطئ ويقود يقود الى الاعتماد على الاخرين و وعمره ما هيدرب حواسك الروحيه انك انت تتواصل مع الله مباشره، ودي العلاقه اللي احنا بنشجع الناس تدخل فيها انك تسمع صوت ربنا وانك تاخد ارشاد الروح القدس بعد كده مثلا انا ربنا بكلمني بحاجه معينه، ربنا يجيبك انت وتؤكد او تنفي ما كلمني به الله هو ده الفكر النبوي. وفقك تماما. مش شرط يعني اذا الفكر النبوي لا ياتي من فراغ. مزبوط. واحد يقول لك انت تسيب اللي فيه ده كله وربنا بيقولك تسيب البلد دي او الولايه دي او الحته دي وتروح تبدا من الصفر لازم ربنا يكون مكلمك اساسا مزبوط. مش واحد هيجي يلخبط حياتك مزبوط. من البدايه الى النهايه إذا تلخيصا للي حضرتك اشرت اليه عشان ننقل لنقطه تانيه هو ان قصد النبوه طبقا لما يعلمه الوحي في العهد الجديد وبالتحديد في كورنثوس الاولى 14 بالاضافه للعهد القديم قلت هو في العهد القديم ولا زال طبعا في العهد الجديد لان كلمه الله تغير هو اعلان فكر الله مش مجرد استنباط بتتعلم اعلان فكر وقلب الله الشيء الثاني <applause> بنيان يعني يعني انا انا عايز استسمحك تعلق لي على بنيان لان مرات كتيرة النبوه ما بتبقاش بنيان بتبقى نخس وتانيب ضمير وسكولدنج وتوبيخ وانت كذا وانت كذا برضه لا انا مش بتكلم على حاجات قريتها واتكلم على حاجات شفتها وسمعتها حد بيقولك انا ربنا مديني كلمه ويقف يبهدل الناس اللي قاعدين لكن الكتاب بيتكلم على اديني تعليق حضرتك على بنيان ووعظ وتعزيه. اقول لحضرتك كلمه عن بنيان. اتفضل. بنيان في في الاصل اليوناني الكلمه بتاعتها تعني من ضمن مشتقاتها هي النور. فكأني الكلمه النبويه بتعمل عارف لما في تعبيرنا الدارج الدنيا نورت اه نورت تمام فلما كلمه النبوه تيجي تحس ان الدنيا نورت امم بعد ما كانت الدنيا فيج او مش واضحه او م. متلخبطه او غامضه او ضبابيه جت كلمه النبوه عملت نور امم فحياتك بقت في حته تاني خالص خالص هو ده المقصود بكلمه بنيان كاني الـ 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 الاعلان لما جه حط لك بيلرز او اساسات او خلت حياتك بقت في حته تاني خالص بيفرق معايا قوي في كتاب مقدس ما بيحكي عن في سبعة 37 نعم بيقول كتاب اللي هو بتاع العظام اليابسه اي فبيقول الرب تنبا على هذه العظام العظام تمام شوف اللي حصل هنا ايه النبوه عملت ايه في العظام دي اطلقت حياه لما كلمه الرب جت على العظام اليابسه دي من خلال عمل نبوي اطلقه حزقيال اللي الرب قال له يتنبأ الكلمة النبوية عملت إيه؟ جابت حياة فشوية عظام يابسة الكلمة النبوية عملت فيهم إيه؟ بنت جيش عظيم مم. بسبب الكلمة النبوية مم. بص كمان موقف تاني عن عمل النبوي حصل فيه إيه؟ إيليا عند أرملة صرفة صيدون إيليا ده إيه؟ نبي. نبي. هذا النبي تمدد على الصبي اللي هو مات مم. وحصل ايه هنا حصل نفس الحكايه الكلمه النبويه او العمل النبوي المتمثل في ايليا عمل ايه في الصبي اعاد اليه حياه مره تاني فكان العمل النبوي انا بضرب مجرد امثله بتعطي حياه هو ده المقصود بها في العهد الجديد في كلمه بنيان نور فالشخص في ظل العمل النبوي الكتابي الحقيقي غير المشوش غير المخلوط غير المزيف بكلام عن عن ان هي دي النبوه او الفهم سنة. الخاطئ لفكر الله صحيح الفكر النبوي صحيح يقود الشخص يقود الكنيسه الى الحياه ان يعني الكنيسه تبقاش في نفس الحته اللي هي فيها كيس تبقى لايف زي ما بيقولوا تنبض يبقى في النور طالع منك عشان كده بيقول الكتاب مدهس مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه الكنيسه النبويه اللي بيكون فيها العمل النبوي الكتابي الصحيح غير المزيف غير المخلوط بافكار البشر مم. للامانه في حاجات بتكون مخلوطه بتعاليم شياطين واو للامانه يعني واو وكون ان الفوكس يبقى على شخص وكون الفوكس ما وان الناس ما تكبرش مع ربنا انت بتكبر ايه انت ده دمار ده دمار آه. انت بتعمل ايه في جسد المسيح؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتنشئ فيهم اعتماديه على شخص آه. رهيبه اه رهيبه اه ودون بيبقوا اطفال لسه زي ما بيقول الكتاب في عبرانين يعني بيبقوا لسه بدايه اركان اقوال الله يعني ناس محتاجه لبن من الطعام الثاني ده للبلغين. لكن لما ربنا بيكبروا وبيخلي الحواس عندهم مدربه على التمييز بين خير وشر ده اللي بيقولوا كتاب سفر عبرانين ان بيحصل عندهم النضج وانت كراعي للكنيسه من خلال العمل النبوي اللي بيقودك ليه ربنا بتكبر كنيستك بتكبر ناسك فهم كمان زي ما بيقول موسى بيقول يا ليت كل شعب الرب انبياء أم. يعني موسى بيقول الكلمات دي انتوا بتغيروا ليا يا أم. ريت كل شعب الرب انبياء أم. فان ربنا يقيم ينشئ الحس النبوي لدى الكنيسه ده امر في منتهى الاهميه وبيقتلوا او بيضربوا في مقتل لما بيجي واحد ياخذ هذا الدور ويبقى احتكار ويسميه ضرب الودع او العرافه هو طبعا ما بيقولش كده لكن قصدي بيبقى شكل او اسلوب من هذه الممارسات. ده انت يعني جميل اديتنا نور على حته بنيان نور أوه. آه انك تكبر انك تبقى في المكان اللي ربنا عايزك تبقى فيه والوعظ ده نوع تحريد. من التحريض والتعزيه ايه يعني يعني انا شايف ان ان الثلاث تعبيرات اللي استخدمهم الواحد مرات كثيره لا يموتوا بصله لما يحدث ربما في اجتماعات كثيره تحت عنوان النبوه عارفه لك التعزيه دايما بتربط بالشخص المو... بالروح المعزي اه لان هي مرتبطه مين آه. هو صاحب التعزيه كلها آه. الروح القدس. القدس دايما ربي بيتكلم عنه في انجيل يوحنا آه. ان الروح القدس روح القدس لما ياخذ المساحه ينقل لينا ما على قلب الرب مجرد نقل لفكره الله واعلانه ينشئ في الكنيسه تعزيه انت مرات يكون في كتير عندك مواقف ما عندكش اجابه ليها اه عندك علامه استفهام ما عندكش اجابه وتخرج ما عندكش اجابه لكن صح. تخرج قلبك ساتيسفايد فرحان متشجع بتعزي رغم انك لا تملك اجابه مم. ايه اللي بيعمل كده؟ روح قدس, قدس. لو لو سالتني مش هعرف اجاوب ليه انا فرحان مم. مع ان الظروف كلها ممكن تكون صعبه قوي و... وما عنديش حاجه مع انه لا يسهل التين زي ما بيقول حبكوك مم. مم. لكن التعزيه دي يعني هو ان روح قدس بينقل إلى الكنيسة من خلال العمل النبوي دول التعزية اللي بيقول عنها كتاب في كوروس الأولى 14 تمام إزاي يعني هل النبوة ده شيء نشجع الناس أنها تصلي لتناله ولا النبوة الله بيعطي حسب ما شاء هو ف... فيعني الصلاة في هذه الحالة يعني يمكن يكون قيمتها ظاهريا قليلة بص ايماني الشخصي وانا قابل للتعديل لكن ايماني الشخصي اني رب بيطلق مسحه نبويه لكل الكنيسه كل الكنيسه يعني في مسحه نبويه لكل لكن في حاجه اسمها وظيفه النبي زي ما بيقول الكتاب اعطى البعض بيقول الكتاب اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء تمام وبيقول الكتاب جعل الله في الكنيسه اولا رسل ثانيا انبياء ففي المسحه النبويه ودي حاجه لكل الكنيسه كل الكنيسه قادره على التمييز النبوي وربنا بيدي مش حكر على حد لكن في ذات الوقت في زي اغابوس زي اغابوس أه اللي أه كان الكتاب المقدس أه بيتكلم عنه زي يهوذا وسيلة أه اللي الكتاب بيتكلم عنه زي أه انطاكيا في كنيسه انطاكيا في اعمال 13 بيقول الكتاب كان هناك انبياء ومعلمون واخد بالك كمان حاجه الانبياء دول عملوا ايه؟ لما بيكونوا على حسب قلب ربنا بيتحركوا صح هم اللي بيولدوا العمل الرسولي لان بسبب الانبياء دول ربنا اطلق برنابه وشاول مش العكس يعني مش الرسل او او زي ما بنسمع ان ان الرسول يقدر يقوم بكل المواهب الوظيفيه اذا جاز التعبير من تعليم من رعايه من كذا 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 ويؤسس العمل تحت العمل النب... العمل المرسلي او تحت الرسل بيجي الانبياء انت حضرتك بتقول العكس هو بيقول ولا انا فهمتك غلط؟ ايوه حضرتك آه. في اعمال 13 في الجزء آه. بتاع انطاكيا كان العمل الرسولي ولد من رحم العمل النبوي بيقول الكتاب هذان ارسلا من الروح القدس ونحن امم لو حضرتك ترجع لها في اعمال آه. 13 آه. آه. اه فكان الفكره مش فكره مين قبل مين مم. لما بيقول الكتاب المقدس اولا مش فكره ان هم اعظم او احسن لكن ده الترتيب الترتيب الالهي <applause> يعني ما هوش ان الرسل اعظم من الانبياء او الانبياء اعظم من الرسل ما هياش ما هيش صراع ما هوش كونفليكت لكن هو الترتيب الـ 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 لاجل تتميم الخدمه لبنيان جسد المسيح زي ما كلمه ربنا بتقول ففي في تقديري ان في كثير من الاحوال بتكون الخدمه النبويه التي على قلب الرب الخدمه النبويه الامينه الحقيقيه بتولد امور على قلب ربنا انت عارف اليش عن النبي أليشع النبي في موقف اللي حصل لما ملك أرام بعت له نعمان السورياني وبيقول له إيش فيه وملك إسرائيل شق هدومه وقال أنه بيتلكك بيتحرش بيا و... وصل الكلام لأليشع فأليشع قال له ابعته لي ليعلم أنه يوجد, يوجد. مم. موجودة نبي في إسرائيل أو مم. في بعض الترجمات إله في إسرائيل مم. إيه اللي حصل في العمل النبوي هنا اعلان عن الرب في المشهد جاء نعمان السورياني ابرص والرب من خلال الكلمه النبويه اللي قالها اليشا أروح نهر الاردن وانزل فيه سبع مرات بص الكلمه النبويه هنا عملت تغيير لل للخريطه كلها للخريطه كلها بسبب الكلمة النبوية اللي قالها الراجل دون طيب إذا, إذا, إذا كان الله بيتكلم من خلال الناس بطرق او بالانواع المتعدده من اجل غرض التعزيه والبنيان والتشجيع واعطاء خريطه الطريق في بعض الاحيان لما تبقى الدنيا زي ما حضرتك قلت مليانة ضباب ومش شايفين السكة بنقول يا رب وجهنا فهنا يأتي دور الروح القدس ومرات كتيرة يأتي من أجل التعزيات إدتنا فكرة موضحة طب إزاي إحنا نتحرك نتحرك وإحنا عارفين إن ده صوت ربنا مع احترامي مش صوت دكتور أيمن إزاي ده فكر الله مش فكر إنسان هل لنا هل لنا إن احنا لما ربنا يتكلم نبقى قاعدين زي ما الناس بتعمل مغمضين عينينا ومتشنجين قوي وواحد واقف بيتشنج فوقينا سوري يعني في التعبير وهكذا قال رب ايه رايك في الصوره دي؟ وهل هذه الصوره كتابيه؟ وان لم تكن كتابيه فما هو المشهد الكتابي الذي يجب ان نمارسه ونعيشه؟ الحقيقه الصوره دي مع يعني مع كل الاحترام لكل الافراد اللي فيها هي صوره من عدم النضج لما يكون واحد بيتشنج والتانيين قاعدين في حاله من الباسيفيتي او السلبيه او الاستقبال وخلاص دي صوره من عدم النضج الكتاب المقدس مش بيعلمنا كده بيقول الكتاب المقدس امتحنوا في رساله يوحنا الرسول الاولى في رسائل بولس امتحنوا النبوات يعني الامر لازم لازم تاخده امام القدير عندك شويه حاجات لازم نتحن عليها اتفضل اول حاجه هي كلمه ربنا كلمه ربنا هي العمود الفقري بتاع حياتي بيقول عندنا الكلمه النبويه وهي اثبته التي تفعلون حسنا ان انتبه انتبهتم اليها كما مم. الى سراج المنير في موضع المسلم مزل. تمام اي حاجه تخالف ولو واحد في المية نص في الميه عشر في الميه كلمه القدير ده مش كلام ربنا مم. فالاتفاق مع روح الكلمه مع نص مع،, مع كلمه ربنا دي اول اول حاجه الحاجه الثانيه الجسد انا محتاج ان انا اراجع الكلمه اللي اتقالت لي دي يعني مع ناس انا بثق فيهم الحاجه الثالثه شهاده الروح جوايا ربنا مش بيربي اطفال مش بيربي مابتس كده يعني زي ال عارف الماريونات آه. اللي هو بيحركهم كده في ايدين أي... احنا هنا مش بنكبر ناس مش بنكبر كنيسه مم. انت بتطلع ناس زومبي زي ما بيقول عليهم مم. يعني لو هم اشكال وخلاص أو, او او طفل في صوره رجل بالظبط بالظبط <applause> اختبار الكلمة على أساس اختبار الكلمة النبوية على أساس كلمة الله اختبارها مع الجسد اللي انت بتثق فيه شهادة الروح القدس جواك لهذه الكلمة <applause> كمان الكريديبيليتي زي ما بيقول أو المصداقية بتاعة الشخص اللي بيتكلم معاك <applause> يعني دلوقتي لو في حد زي ما كنا بنحكي مع بعض قال خمس نبوات اربعة غلط <applause> النبوه مش بتيجي ان انا احط ليبل او احط تيكت على او احط تاج كده على نفسي ان انا النبي فلان. في شهاده من الروح لازم تكون موجوده، في شهاده حقيقيه. كتاب مقدس بيحكي في سفر العدد وسفر اللويين ان اللي يجي يقول ان انا نبي وقال كلامه وما حصلش تقطع هذه النفس. تخيل؟ تخيل هذه الدرجه. ترجم كمان تخيل في الشريعه احنا دلوقتي بقينا في حاله من الاستسهال. في حالة من الـ الـ مش عارفه أسميها بسبب إيه لكن في حالة من الـ الادعاء الافتقار للحق أو معرفة الحق قد كده وأجري بيه كأني عارف كل حاجة ودي كلها أمور خطيرة جدا للأسف هي أضرت العمل النبوي وخلت الكثير من شعب ربنا يتخبط في العمل النبوي بالعكس يكره النبوة في حين أني احنا في مزيد من الاحتياج للعمل النبوي الحقيقي زي ما كنت بقول لحضرتك ازاي بيضيف نور ازاي بيضيف حياه لما يكون عمل النبوي الحقيقي آه. لما يكون في اعلان لفكره الله اعلان لقلب الله اعلان لشخص الله اعلان ان الرب في المشهد في المشهد عارف حضرتك في مرات انا بتعامل مع شباب كتير في مرات ربنا يدي كلام علم في المشهد احد الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم كانت راكبه تاكسي مع احد وهي في التاكسي مع حد الرب اداها اسم بغض النظر عن الاسم دون ايه وقعدت مش فاهمه الاسم دون معناته ايه وبعدين قالت لسواق التاكسي حست ان الاسم دون ليه علاقه بسواق التاكسي هي اسم واحده بنت فقالت له فلانه هي قالت الاسم ده لفلان لسواق التاكسي قالت له فلانه سواق تاكسي انهمر في الدموع فيفتكر انها قالت حاجه غلط طلعت الحكايه طلعت ان الفلانه دي هي قالت اسمها بنت السواء دون وكانت حالتها زي ما بيقولوا اند ستيج لوكيميا يعني مم. في حاله لوكيميا في مرحلة الاخيره الراجل بكى البنت دي صلت مع السواء والبنت دي حتى هذه اللحظه الكلام ده بقاله اربع سنين خفت تماما من اللوكيميا وهذا السواء وهذا الراجل دون عرف المسيح واختبر روح القدس وتعمد وصار واحد من المؤمنين الاقوياء والسبب كلمه علم كلمة نبوة الرب حطها في البنت الأمينة دي على هذا الأساس شوف هنا العمل النبوي قيمته إيه مش مجرد أن أنا أعرف حظك إيه حظك اليوم لكن كلمة نبوة هنا عملت حياة البنت شفيت الراجل جير المسيح الموقف تبدل تماما تبدل تماما واحدة تاني من بناتنا كانت راكبة تاكسي وبعدين راكبة في التاكسي رب برضو تصادف انها تاكسي برضو ربها لها قولي للسواق إني يسوع بيحبك. وقعدت تصارع بقى لأن كانت صعبة عليها قالت له أنا هقول ربنا بيحبك. فروح قص جواها لها يسوع بيحبك وهي تقول له ربنا بيحبك. المهم لغاية ما وصلت النقطة اللي نازلة فيها وقالت لسواق التاكسي. سواق التاكسي اللي حضرتك أشرت القصة دي الملتحي. بالظبط ملتحي. قالت له يسوع بيحبك. ونزلت وجريت لأنها كانت خايفة. خايفة من العواقب اللي يعملها. فلا يا آنسة عندك دقيقتين فالراجل قال لها ايه تفتكر؟ الراجل قال لها على مدى هذا الشهر خمس مرات المسيح يظهر ليا ويقول لي ويقولي انت بتحاول تهرب مني. اخر مره منهم كانت امبارح. والمسيح قال لي في الرؤيه اللي شفتها او في الحلم اللي شافه انت بتحاول تهرب مني وانا بكره هدي لك العلامه هتركب معاك بنت صغيره والبنت دي وهي نازله من التاكسي وهي بتدي لك الفلوس هتقول لك المسيح بيحبك وتجري. الراجل صلى مع البنت جوه التاكسي واو اعطى حياته للمسيح واو. واو كلمة نبوة، كلمة علم رب اداها من خلال البنت دي. العديد من المواقف، العديد من من الامور اللي تشهد عن قيمة وأهمية ودور العمل النبوي في أيامنا. مم. من غير كده من غير تواصل القدير، من غير إعلان فكر وقلب الله اللي إحنا محتاجينه يكون لايف حي نابض في حياتنا. تبقى حياتنا يعني أنا بتخيل إني الكنيسة بدون العمل النبوي الحقيقي كنيسه بتشحت، كنيسه جعانه، كنيسه تتدور جوعا انجاز التعبير دون العمل النبوي بيدي الهوت لاين فكرة الله بيعلن ولما يكون في الكنيسه من ياخذ هذا الدور النبوي وظيفه النبي لان ده امر كتابي ده مش مش ادعاء البشر ده امر في العهد الجديد ده حتى في امثله لي كثيره هذا الموقف لما تكون الكنيسه عايشة بجد تبقى الكنيسه في حاله من الثراء غير عادي بص اقول لحضرتك حاجه في كنيسه سياتيرا كنيسه سياتيرا بيقول ملاك الرب بيقول له عندي عليك انك تسيب المراه ايزابل اه بص بتعمل ايه ايزابل بقى التي تقول انها نبيه مم. ادراك عدو الخير للدور دون اوقات كتير بيكون اعلى من المؤمنين طيب احنا غالبا هنحتاج نتكلم بالتفصيل على الجزئيه دي وننقل على الفكر النبوي وعلاقه النبوه بالنضوج وهل كل موهبه هي علامه على نضوج المؤمن ام يعني ايه الوضع بالذات وهنخش في شويه تفاصيل تانية بعد الفاصل ده اعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود نواصل الحديث عن النبوات هل بطلت ام لا زالت موجوده لايامنا الحاليه تابعونا ابراهيم قدم اسحاق وهو مش فاهم لكن كان واثق في الله قدم اغلى ما عندك ليه هو اله التعويضات في العهد القديم كانوا بيدوا العشر من كل ممتلكاتهم، لكن المسيح جه بفكر جديد إن إنت كلك بما تملك ملكه، هو صاحب كل شيء وإنت الوكيل، هل إنت أمين على الوكالة؟ الكارما عمله وبتقدم رسالته لكل العالم، اسمع صوت ربنا وشارك في الرسالة. من اجل ان نقدم عائلاتنا كامله صحيحه نقيه للسيد المسيح ربنا والهنا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في كل مكان نواصل الحديث ومعي الأخ المبارك الصديق العزيز الدكتور أيمن منير في موضوع النبوات هل بطلت احنا وقفنا عند إيزابل لكن للتركيز مرة أخرى و يعني إذا جاز التعبير بنحط أربع خطوط بالأحمر طبعا. تحت كلمة هكذا قال الرب تمام معلش اديني كمان مره ولو حتى ولو كان الكلام تكرار لان هذه الكلمات كلمات خطيره و و و وان كان هكذا قال الرب دي طب ما احنا شفناها في العهد القديم ليه مش بنكررها في العهد الجديد؟ لانها لم توجد في العهد الجديد لانها لم توجد في العهد يعني ما فيش حاجه اسمها واحد يتنبا ويقول هكذا قال الرب يعني يعني رايك في لي نص زي كده في العهد الجديد مش موجود مش موجود اذا لا يجب لا يجب ان نستخدم حتى حتى لو كان الشخص ده ربنا مديله موهبه ومديله موهبه نبوه بغض النظر وحضرتك هنرجع تاني برضو للتوضيح الفرق بين اللي بيقولوا افسس 4 وكرونسوس 12 على النبوه يعني اذا طب طب ليه كان بيقول كده في العهد القديم وليه مش بيقولها في العهد الجديد؟ لان روح قدس ما كانش متاح للكنيسه في العهد القديم ولاني كانت زي ظهورات زي انجاز الكلمه العاميه او الدرجه خليني اقول لحضرتك حاجه اتفضل انا ارى انه كلمه هكذا قال رب عندما تستخدم هي في منتهى منتهى الخطوره ليه حتى لو كان الكلام ده 100% 100% صح واو منتهى الخطوره شوف بقول لحضرتك حتى لو كان هذا الكلام 100% صح خطورته ليه خطورته اولا اني اي حد فينا عرضه للخطأ اي حد فينا عرضة للخطأ. ما فيش حد فينا على راسه ريشة. م. يعني اني انا 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 اللي يتراجع ورايا انا ما رجع ما حدش يراجع ما يراجعني انا انا يعني فدي ده, ده كبرياء دي شكل من اشكال الكبرياء وربنا مش بيتحرك مع مع القلب المرتفع هو بيسكن مع المتضع. م. هو بيسكن مع المتضع. م. فدي أول حاجة العرضة للخطأ. اتنين أنت مش بتكبر اللي قدامك لما تعمل كده. لأنك أنت مش بتديله فرصة انه يمتحن. مش كانك بتحطه زي ايه؟ البس جهاز استقبال <applause> يعني يعني البس اللي اقوله تاخده وما فيهوش مناقشه خلاص أه. وانت ما بتكبرش اللي قدامك انت كحد ربنا بيستخدمه في جسد المسيح يهمك انك تشوف الاعضاء بتكبر يهمك تشوف الاعضاء ب... عارفه هي شخصيا تستقبل قصاد ربنا انت كاب بترشد ولادك لكن عمرك ما هتلغي دورهم عمرك ما تتقنهم على جنب انت كده بتلاشي شخصيتهم بتلاقي شخصيته مهما كان حتى لو كانت الحاجه دي 100% صح لما ربي بيديني اي حاجه للناس اللي انا برعاهم ما اقدرش ابدا ما امام الله ان انا اخذ دور ربنا في حياه الشخص ما اشكرك على الحقيقه دي خطيه في, آه. آه. في, في تقديري دي خطيه في تقديرك دي في تقديري دي خطيه لاني لاني انا باخذ مساحه ربنا في حياه الشخص ده مش بس كده يعني يعني انت حضرتك قلت يمكن ثلاث نقط مهمين في الحته دي نمره واحد ان انا ممكن اكون عرضه للخطا وفي ذات الوقت اقول هكذا قال الرب يبقى انا كده اهنت اسم القدير نمره واحد نمره اثنين انا بحاول اني احفظ من هو امامي في وضع الطفوليه والاعتماديه بطريقه مستمره مظبوط نمرة ثلاثة هي علامة على الكبرياء الروحي إن اللي أنا بقوله ده بتاع ربنا ومش ممكن يبقى غلط مزبوط. رغم إن الكتاب بيقول امتحنوا أن يعني فليتنبأ اثنين أو ثلاثة وليم يعني الأخ وليحكم أخرون. أخرون طب هو السؤال لو اللي أنت واخده هكذا قال الرب طب أحكم على إيه؟ القسيس الأسيس النبوة عبارة عن ثلاث خطوات زي ما بيقولوا الإعلان أو ريفيليشن وبعدين الترجمه او الانتربريتيشن وبعد كده التطبيق الابلكيشن. بفرض ان انت استقبلت من ربنا اعلان صح. فالجزء بتاع الترجمه داخل فيه العمل النفسي، داخل فيه انا الترجمه تقصد هنا تفسير قصدي قصدي تفسير ترجمه ما استقبلته آه يعني في كلمات داخل فيه انطباعي الشخصي، تفسيري الشخصي، حالتي النفسيه، وضعي، كبري قصاد ربنا فممكن اكون مستقبل حاجه فعلا 100% مظبوطه من ربنا كاعلان. مم لكن في الحته دي في الدايره دي اللي هي دايره الترجمه او التفسير البعض كمان بيتطرق الى انه يدخل في الأبليكيشن اللي هي حته التطبيق فانا املي عليك ما ارى ان انا استقبلته من ربنا. اه وده منتهى الخطوره اه منتهى الخطوره منتهى الخطوره ان انا املي عليك ما أرى انا شفت ناس بهدلوا حياه ناس بسبب انه استقبل حاجه من ربنا قد يكون صح او غلط سينا صح لكن كمان هو تطوع انه امنع على الشخص ترجمتها وامنع على الشخص ازاي تتطبق فين ربنا في حياه الشخص كبرت الناس ازاي هذا فرضا ان استقبلته كان 100% صح ده بفرض لاجل كل هذه الامور كلمه ربنا بتعلمني ان كل حاجه لازم تمتحن مش لان ما فيش نبوه فيه لكن ان كل حاجه لازم تمتحن امام الله تمام يعني انا بشكرك لان الكلام ده يعني كلام للبالغين والناضجين وما يصحش ان كل حاجه اسمعها كل حاجه اسمعها وهنا بقى هنيجي على حته حضرتك قلت ان في استقبال وفي ترجمه او فهم وفي تطبيق يعني في ثلاث مراحل او البعض بيقول ان النبوه لها زمن يعني في ليها توقيت مش اي حاجه تسمعها من ربنا سوري يعني في الكلمه تترشها يعني بالظبط الكتاب المقدس بيحكي ارميا اتنبا حاجه بعدين دانيال بيقول عند تمام 70 سنه فهم الكلام اللي ربنا قاله لارميا تمام الرسول بولس بيحكي إني اختبار مر بيه من 14 سنه ما حكاهوش غير بعد 14 سنه عارف انسان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم اختطف اللي هي الجزء ده والكتابين آه. الكتابيه آه. ففي حاجه اسمها التايمينج او التوقيت او الزمن الزمن بتاع الحاجه نفسها تمام وده نقطه مهمه الزمن دي امر بدرجه كبيره جدا جدا حاجه شخصيه بين ربنا وبين الشخص م. لإني أنا أعرف أمثلة الناس مثلا حد راح قال بابا ربنا عايزك تروح البلد الفلانية راح صفى حاله في البلد اللي كان فيها وراح في البلد الثاني وضاع ضاع ما بالك كمان عن بواتي بتدخل في تطرق في أمور شخصية زي الارتباطات ربنا عايز فلان ده ده وأنت هنا ده دا ارتباطك ده دا صح وارتباطك ده غلط تخيل بقى إني كأني راح قدوة شغال خطبة <applause> آسف للتعبير يعني ده. يعني اكيد انا بحتاج اسمع ربنا وهو في اي موضوع ارتباط لكن انا اصغر العمل النبوي الى هذه الدرجه ده في اهانه للرب في تقديري طيب هل هناك دكتور ايمن ارتباط ما بين النضوج الروحي وموهبه النبوه طبعا طبعا وهل المواهب دليل على او مقياس لقامه الشخص الروحيه يعني واحد ربنا اداله بيتكلم بلسانه هل ده معناه انه احسن واكثر نضوجا من الشخص الذي لا يتكلم بألسنه؟ لا طبعا لا طبعا طب وضحت لنا النقطه <applause> دي لو تكرمت يعني هو حضرتك قلت في كلمات بسيطه هو الـ هو الايضاح كله يعني في بساطة الكلام اللي قلت حضرتك هو ربنا مش بيتعامل بالشكل ده خالص ربنا مع يعني زي مثلا بسمع كتير قوي في مرات يقول اني ال بيعمل تقييم للعمل لمواهب الروح القدس. يعني واحد بيتكلم بألسنة كأنه يقيم أفضل أو أقل أو أعلى من واحد تاني. وده كل التقييمات دي ده, يعني ده أمور بشرية إنسانية. ليس لها أي علاقة بالرب. هي إحنا بنقول دي مواهب. م -م. فما هو فضل المستقبل المستقبل ده بيقول الكتاب يعطي الروح القدس كما يشاء. أوه. ان يعني الروح هو اللي بيعطي كما يشاء مش فكره ان انا افضل احسن اقل اعلى اكبر يعطيها كما يشاء يعني لان الناس مرات كثيره بتقيس الروحيات على مقاييس خاطئه تمام مظبوط يعني الشخص ده ربنا مديله ودي موهبه يعني هو ملوش فضل فيها مظبوط لو هو ليه فضل فيها عشان كده لو قارنت بين الموهبه والثمر الاقي ان القصه مختلفه خالص مظبوط مظبوط طب تعليقك ايه على المقارنه او وضع الموهبه والثمر في 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 قالب مزدوج امامنا وماذا يدل هذا ما يدل ذاك الحقيقه الموضوع ده موضوع مهم قوي حضرتك بتقول عليه خليني ارجع حتى قبل ما اجاوب ف... على السؤال ده في الموهبه والشخصيه بمعنى ان مرات يكون في الشخص في كثير يعني موهبة قوية لكن في شخص غير ناضج الحقيقة أن ربنا بيشتغل على الشخصية علشان خاطر عارف لما بيقول الكتاب أن الخمر يت... الزقاق يتهرق والخمر فكتير من مرات بيكون الشخصية ربنا يهمه انه يشتغل عليها عشان خاطر الموهبة اللي رب حطها في الشخصية دي تكون ناجحة وتكون فعالة وإلا هتكون الموهبة مع كل التقدير ليها لكنها في شخصية غير لا تستطيع حمل هذه الموهبة، الموهبة بت زي ما بيقولوا يعني. آه. أما الفرق بين الموهبة والثمر، الثمر هو النتاج الطبيعي لعمل روح قدس الموجود جوايا. ودون يعني شغل روح قدس على حياتك هو اللي بيطلع وداع وداعة، صلاح، تعفف، طول أنابر اللي هي ثمار روح قدس حسب ما موجود في غلطية يعني <applause> يعني نقدر نقول ان السمر هو دليل واشاره على النضوج الروحي لان الشخص أزبط. اللي بيهتم بحياته الروحيه موافق جدا على الكلام وليه علاقه مع الله وله شركه في المخدع سريه ده جذوره واصوله متأصلة. تتاصل يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى فوق يبقى ورقه أخضر شهادة ويحمل ثمر فيه أوانه برضو دي شهادة إنه مثمر لكن مش شرط الشخص اللي عنده موهبة ممكن يكون شخص جديد في الإيمان 100% وربنا مديله موهبة لأن المواهب دي زي ما حضرتك قلت ده ده قسمها الروح القدس كما يشاء إذا أنت ليس لك فضل فأوعى تحكم على شخص انه اقل نضجا لانه لا لم يمنحه او ليست له المواهب التي لك ربما ايا كانت من 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 السنه من لان دي موهبه انت ليس لك فضل فيها والكتاب بيقول لا تفتخر كانك لم تاخذ لكن كل حاجه انت واخدها من ربنا اذا دليل النضوج الروحي ليس الموهبه لكن الثمر الثمر مظبوط ودي نقطه في غايه الاهميه تماما على كده حد حضرتك قبل الفاصل كنت فتحت زابل. في حته ايزابل عايزين نرجع لها مره ثانيه ودي اللي بتدعي انها نبيه ما هو المقصود وهل في سفر الرؤيا تحدث <applause> عن ايزابل المراه ام هي رمز لما هو ابعد ايزابل ذكرت مرتين في كتاب مقدس كاسم نعم. في ايزابل زوجة اخاب الملك نعم. اللي موجوده في سفر الملوك وفي إزابل الثانية اللي ذكرت في كنيسة ثياتيرا اللي بالكتاب المقدس بيتكلم عندي عليك. تمام. في الحالتين دول احنا بنشوف شخصية همها الأولاني هو مقاومة العمل النبوي. إزابل الأولانية جت ايه على العمل النبوي؟ قتلت الصوت أه. النبوي. و... وهددت النبي نفسه. وهددته أه. اجعلك كواحد منهم. تمام. لما لما ايليا قتل انبياء البعل على جبل الكرمل. إزابل الثانية اللي موجودة في كنيسة هي شافت بقى ان انا مش هينفع ان انا اوقفها فده ده عارف سيستم عدو الخير او نظامه ايه؟ يا اخفي الحاجه يا زيفها. اه يعني لان هو يخشى تماما انها تكون ان ذا رايت بالانس او في الحته الصح. فلما هو خايف أنها تكون في الحته الصح لانه مدرك لما يكون في كنيسه نبويه على قلب الرب تصنع امور تغير الواقع. فيجي يعمل ايه عدو الخير في الحته دي؟ يا يلغيها زي ايزابيل الاولانيه يا يزيفها زي ايزابيل الثانيه. فايزابل الثانيه يقول عنها ايه كتاب مقدس؟ التي تقول انها نبيه. مم. بص بقى النبي اللي بتقول انها نبي دي بتعمل ايه؟ حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا معها. دي مش بتشتغل على مين؟ مش بتشتغل على اي حد، بتشتغل على اولاد ربنا. مم. تغوي عبيدي ان يزنوا معها. وهنا الزنا المقصود بيها الزنا الجسدي ان يناموا لا لا, لا, لا ولا ليه لي فكرة ليه اخر؟ طبعا اللي هو زنا الروحي زي ما اكتملت بيقول شعبي زنا عني. تمام. فهنا اللي عايز اقوله لحضرتك ان اذا بالدين فيجر او شخصيه او او روح او رئاسه او سلطان ايا كانت همها انها توقف العمل النووي باي طريقه يا اما بازالته تماما كما ظهر في ايزابيل الاولانيه او تزييفه تماما زي ما ظهر في ايزابيل الثانيه اللي هي في سفر في سفر الرؤيا كنيسه ثياتيرا تمام دي منتهى الخطوره ايزابيل دي منتهى الخطوره ايزابيل كمان تمثلت صورتها في زي هيروديه يوحنا المعمدان اللي هو م. كان ايليا زي بياتي بيروح ايليا زي ما كلمه ربنا بتعلمنا هيروديا تجسيد اخر لروح ايزابل ما عجبهاش الراجل ده م. لانه صوت صارخ ما عجبهاش عشان كده في دايما عداء من روح ايزابل لكل صوت نبوي م. يا اما تلاشيه يا اما تزيفه يا اما تزيفه اشكرك اه ايذر يعني آه. حاجه من الاثنين هتعملها لانها عندها عداء مباشر مع العمل النبوي والحقيقه ان ولاد ربنا بيدوا لايزابل كروح مم. الفرصه انها تك... ولاد ربنا ما بيدركوش قيمه العمل النبوي بشكل صحيح بيدوها فرصه انها تشتغل. مم. لاني انا لما ازيف العمل النبوي فانا بلخبط بلخبط صوره حاجه حقيقيه ربنا عايزها تكون موجوده جوه الكنيسه. مم. للاسف وبس... الشديد للاسف الشديد وبنشوه الصوره يعني يعني اذا اذا إز... إز... حبينا ناخد درس بناء على ما ذكرته حضرتك من كلمه الله وأنا يعني أقدرك ولك معزة خاصة واحترام ليس فقط كصديق وأقولها على الملأ لكن أقدرك وأحترمك فيما يعطي لك الرب من أجل اتزانك وارتباط ما شكرك. تقوله بكلمة الله وهذا ما يعطي لك تقدير خاص في عيني إنك مش بتقول اللي بيقوله الناس لكن باني كل ما تقوله من حقائق على ما هو مكتوب وذكرت بعض هذه الحقائق اللي في غايه الاهميه واسمح لي اكررها تلخيصا عشان نبقى مركزين ان ما كان يفعله الله في العهد القديم من معاملات مع انبيائه يختلف عن العهد الجديد اختلافا كليا ففي العهد القديم كان النبي هو فم الله للامه وللملك المتحدث الرسمي, الرسمي. والم... بالظبط كده حلو التعبير المتحدث الرسمي نيابه عن السماء لكل من هم ارضيين وفي العهد الجديد الكتاب بيتكلم على ان الروح القدس الذي لم يعد كما كان في العهد القديم يحل ثم يفارق يسكن الهيكل الانساني هيكل الله والروح القدس ساكن فيكم فالله يتكلم من هيكله واكيد الله اللي يتكلم عشان كده لا يجب أن نستخدم كلمة هكذا قال منتهى الخطورة منتهى الخطورة أنا عايز و... أكرر مرة تانية وأحط تحتها أكثر من خط هذه العبارة في منتهى الخطورة و... وتلخيصا للنقط الجميلة الرائعة اللي حضرتك ذكرتها أنا أن عندما تستخدم كلمة هكذا قال الرب الخطورة بتاعتها في الآتي نمرة واحد أنت بتربي جيل من الأطفال غير البالغين الذين يعتمدون على ما تقوله والنقطة الثانية كلامك غير قابل للنقاش كما لو كان منزل من الله لأن هكذا قال الرب ولو هكذا قال الرب هتناقش إيه هتمتحن إيه ما ينفعش يبقى إيه أنت إيه واقف بتقاوم بت 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 ربنا النقطة الثالثة هي خطية تشير إلى الكبرياء الروحي دول ثلاث نقط أصلي من كل قلبي أن كل من أساء فهم وكل من فسر وكل من لم تصله رسالة الله ونور المسيح أنه يتنبه لهذه الأمور ولا سيما للشخص اللي حاسس أن ربنا مديله شيء في هذه الدائرة يجب أن نكون حذرين والشيء المهم جدا أن احنا ما ندربش الناس أنه يبقى كل ناس اعتماديين ناس غير ناضجين كل اللي بيعتمد عليه عايز واحد يصلي له ويقول له اللي أو رأيت تفسيرات أخرى من بعض الناس أيضاً اللي قالوا إن هو ربنا مديهم موهبة النبوة كل صغيرة أسف يعني أنا بجيب أمثلة واقعية لأني عارف أنا ممكن أكون بتكلم بالنيابة عن فم كثير من المشاهدين اللي بيتفرجوا اللي يعني بيتفرجوا على الحلقة إنه كل تفسير بيحصل متأسف كبير أو تافه يفسروه بان ربنا بيقول كذا ونبوه كذا وكان يعني روح النبوه يسيطر على كل التفاصيل الكبيره والصغيره ولغى انسانيتنا وجودنا على ارض ملعونه مليانه بالشر لا انسى احد الخدام مره واكن له كل احترام وكل محبه في قلبي له قال لي انا مره لان المسحه كانت عليا جامده رزعت باب التاكسي فبقفل باب التاكسي انا حاسس ان انا بقفله بشويش حسيت ان الباب اترزع حتى السواق اتنرفز يعني م. هي خلط خلط بين م. حاجات مختلفه م. ده شيء مدمر جدا اشكرك من اجل توضيح روح ايزابل التي تفعل وخطه الشيطان والمقاوم والخصم في دائره النبوه ان يفعل شيئين اما ان يخفي الحق او يزيفه تماما اشكرك على كل هذه الإيضاحات أنا بحاول أحطها في نقط حتى يعني تترسب في ذهن السامع لكن هل مع كل اللي إحنا بنقوله من تحذيرات وكل اللي بنقوله هل إحنا يعني يعني أنا أثق أنك لا تقصد أن تقلل من دور النبوه لكن القصد الأول هو إن إحنا نحط سياج وجدار بالروح القدس عما نمارسه وكيف نمارسه. طب ما رأيك في الأخ أو الأخت الغير قابل للتصحيح يقول لك لا ربنا قال لي كده ما يمكن ما يحصلش دلوقتي هيحصل في المستقبل كيف تتعامل مع شخصية ترفض التقويم والتصحيح أنا عارف أنا يعني حطيتك في, 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 سؤال محك عملي رفض التقويم أو التصحيح دي شكل من أشكال الكبرياء حتى لو كان بدعي ان انا متضع او بسيط او او ربنا يهمه ان انا اكون شخص طري في ايده وقابل للتشكيل وقابل ان ربنا يعلمني مش مش فكره ان انا اساوم في الكلمه اللي عندي من ربنا انا لا اقصد بها المساومه لكن انا مفتوح ان ربي يتكلم معايا مفتوح اني الرب يوضح لي اني كنت عندي فهم خاطئ في بعض الحاجات اللي انا استقبلتها لان مين مننا مين مننا ما بيجيش عليه اوقات يكون في حتى مرحله فهم خاطئ لحاجه معينه <applause> انا لا اتكلم ابدا عن نساوم في كلمه سمعتها من ربنا على حياتي <applause> ده ابعد ما يكون عني لكن في الوقت نفسه انا في مواقف كتير في حياتي تحتاج ان انا اسمع للي رب عايز يقوله لي من خلال الاخرين قاده ربنا بيستخدمهم في حياتي مشيرين ربنا بيستخدمهم في حياتي التشدد التصلب دي علامه من علامات عدم النضج دي علامه من علامات الكبرياء <applause> انا مش بقول اتنازل عن اللي عندي خليك في اللي ربنا يكلمك فيه لكن لازم تسمع خليك في اللي ربنا قال عليه لكن لازم تسمع ممكن يكون في نور ربنا عايز يضيفه ليك يمكن يكون في جانب تاني مظلم بالنسبه لك انت ما خدتش بالك منه يمكن يكون في حق تاني ينقصك الصورة اي بازل فيها حتت كتير قطع كتير يمكن ينقصك قطعه مهمه القطعه المهمه دي يحصل فيها استناره جواك تدرك وقتها والدنيا تنور زي ما كنت بقول حضرتك واحده من معاني كلمه بنيان الدنيا نورت يهم ربنا ان يلاقي ان في ولاده وفي شعبه الاتضاع اللي ياتي بين انا عندي كلمه من ربنا امين الكلمه دي انا مش هتنازل عنها امين لكن انا مستعد ان اسمع ايه اللي ربنا عايز يقوله الانغلاق دي ظاهره غير صحيه اشكرك جدا رايك في افضل مناخ لممارسه المواهب الروحيه بصوره عامه وموهبة النبوة بصورة خاصة أين كيف وما هو أفضل مناخ لازم يكون في جسد يعني الحاجة اللي بتعمل بشكل فردي دي حاجات خطيرة قوي لأن الفردية بتخلي عرضة للخطأ كتير قوي بمعنى يعني تقصد إيه الحاجة الفردية يعني قاعدة خاصة مثلا تقصد بيني وبينك مثلا آه. دي آه. حاجه آه و... وتبقى هي دي اولها واخرها زي ما آه. بيقولوا يعني آه. اولها واخرها لكن يهم ربنا ان الحاجه تكون بتمتحن في وسط جسد وان الحاجه دي تكون آه آه اللي بيمارس كده لازم يكون مشهود ليه لازم, لازم يكون مشهود لازم يكون مشهود ليه لاني ما اسهل ان انا ادعي على نفسي حاجه ما يكونش م. في شهاده اللي حواليا بيها صح صح لكن لازم يكون في شهاده ولازم يكون في تامين ولازم يكون في اهم من شهاده وتامين مراجعه تمام مراجعه لان بدون مراجعه انت عارف حضرتك انا في ناس فعلا يعني اتصدم انا انا دي دعوة حياتي خدمة النبوة وأنا أؤمن بها تماما لكن أنا اتصدمت في ناس من كتر ما قيل عليه أنه هو نبي بقى عارف اللي يقول لك يا أرض نهدي ما عليك أدي يعني, يعني بقت تولد تولد في الشخص ده حته من ال الكبرياء او 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 انه كبر في عينين نفسه هو مش واخد باله من كده ممكن يكون شخص جميل ورائع وعنده حاجه حقيقيه من ربنا لكن للاسف ان انا مش باجي قصاد ربنا انا اعتقد يعني ايماني الشخصي ان ان لم يكن للشخص النبي ده عادته وتشكيله وانه يطحن قصاد ربنا فلا يستحق هذا اللقب عارف حنا النبي بيقول الكتاب المقدس عنها عابده باصوات وطلبات ليلا ونهارا مم. 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 بص بص ارميه ارميه النبي مم. كان بيجي يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع تبكي نهارا وليل جاي قاعد منقوع قصاد ربنا منقوع قصاد صمويل النبي بيقول اني ما اعرفش يحصل ايه لو اكف عن الصلاه لاجلكم هذا الشخص عامل لي ان اخطئ الى الله آه. أو كف عن الصلاة هذا الشخص عامل المحور بتاع حياة النبي ده وان إيه؟ قاعد صاد ربنا. مم. أصل اللي بيحصل إيه؟ يعني اللي بي بينشع أو بينقع صورة ربنا عليك قعدتك قصاده. صح كده. مش ادعائك. صح كده. قعدتك قصاده يعني موسى لما نزل من على الجبل ما قالش يا جماعة بصوا ويك شيء الناس لاحظت على طول. فاللي بيحصل إيه؟ إن النبي ما لم يكن له انحصار الشخص امام الله ما اقدرش اقول عليه كده لاني لان الكلام ده خطير الكلام ده كبير قوي وتلاقي النبي داون لازم يكون لازم يكون لازم يكون اكثر الناس اتضاعا لكن لو ما كانش كده يبقى في حاجه غلط يبقى في حاجه غلط يبقى في حته من ايزابل دخلت جوايا يبقى في حته من الكبرياء دخلت جوايا النبي داون شخص ختم 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 حضور ربنا <applause> للدرجه اللي معاها انك لما تشوفه النبي اللي على قلب ربنا كانك تقابلت مع ربنا تقابلت مع ربنا بجد عشان كده لما في الجزء بتاع اليشع هو بيقول ليعلم انه يوجد نبي في اسرائيل وفي ترجمات تانية اله في اسرائيل. ايه اللي حصل بقى النبي كانه ريفليكشن او انعكاس ده ده, ده, ده ده العهد القديم لكن العهد الجديد كمان ان خدمه النبي ربنا حط عليك علامه ختم حضوره بقى يشهد أكثر عن اكتر ما تقول هكذا قال الرب مش محتاج تقول هكذا قال الرب مش محتاج تقول كده اكشوالي دي خطيه لو قلت كده هكذا قال الرب شخصي شخصيا اؤمن ان النبي شخص مصلي شخص متضع لازم يكون متضع شخص يعرف كلمه ربنا كويس قوي 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 مش هوايي ولا ولا يطلع الكلام كده حيسوم متفق شخص متروي جدا ومتزن جدا قبل ما يطلع الكلمه متزن متروي ودي حاجه من الحاجات اللي لازم ربنا يمشي فيها التشكيل انا بتكلم عن وظيفه النبي مش عن المسحه النبويه لكل كل الكنيسه يعني في يعني حضرتك بتميز بين ما يقول الوحي في افسس 4 وبين ما يقول الوحي حتى كمان في روميا 12 وفي آه كورنثس الاولى 12 بالظبط ال اللي اللي في كورنثس الاولى 12 بيسميها اظهارات الروح بالظبط وكلمه اظهارات تعني ومضات زي الفلاش بتاع الكاميرا مظبوط ده <applause> الله يعطي للشخص حاجات معينه في وقت معين من اجل احتياج معين له تعليم له نبوه تمام. له لسان زي ما الكتاب تمام, تمام. دي ومضات مه. لكن اللي بيتكلم عنه في افسس اربعه ده الناس اللي الوظيفه اللي ربنا اعطاها او او يعني الاوفيس اجل تكميل الجسد زي ما تكميل الجسد بنيان <applause> القديسين و يعني عمل خدمه, خدمة. اذا ده الفرق بين الاثنين بالظبط اه انت حضرتك دلوقتي بتتكلم على أفس <applause> اربعه على <applause> اللي هي الوظيفه بالزبط. مش الومضات بالظبط اه شخص مصلي اه و و وما ينفعش يكون الا كده يعني شخص قدام ربنا قاعد قدام ربنا عارف حضرتك ايليا الوضع اللي كان قاعد فيه وهو مستني السحابه راسه بين رجليه راسه بين ركبتيه قاعد في الحته دي شخص يعني كلمه ربنا لازقه في حياته لازقه في حياته الحقيقه انا اتعلمت كتير من وانا في طفل فمن ابونا متى ابونا متى المسكين شكل في حياتي كتير قوي الراجل ده يعني ازاي ازاي يبقى كلمه ربنا ابونا متى كان بيعلمنا انك يجي وقت عليك ابونا متى كان بيعمل كده تقعد 12 ساعه قدام كلمه ربنا تخيل واو 12 ساعه تدرس فيها وتلهج و... تلهج زي ما بيقول الكتاب في مزمور واحد تلهج تلهج فالكلمه تبقى في ال... في زي ما بيقولوا في الدي ان ايه بتاعك في النسيج الشخصي بتاعك مم. انا اعتقد ان النبي لازم يكون مصلي علاقته بكلمه قويه جدا 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 مش هوائي متزن عارف امتى يقول وامتى ما يقولش مم. مش مره مش اي مره ربنا ادالك كلمه نبويه ساين ربنا ادالك كلمه نبويه ده معناته انك انت تطير وتقولها هو ده التشكيل اللي ربنا بيعمله في الشخصيه دي هو ده التشكيل اللي اللي يهم ربنا ان يوجد هذا الدور هذه الوظيفه في ايامنا دي علشان احنا مقبلين على الازمنه تحدياتها هتزيد فيها قوي قوي والضلال هيزيد قوي قوي وزي ما بيقول الكتاب المقدس اني عن عدو الخير يصنعون ايات وعجائب لو امكن يضل المختارون ايضا. فال ففي الوقت ده بيكون الصوت النبوي الحقيقي اللي ربنا عايز يولده في الازمنه الغبره دي زي ما بيقولوا يعني او الضبابيه دي م. لازم يكون بيور نقي حقيقي لان في اصوات كتيره مزيفه زي ما بيقول الكتاب تسمعون مسحاء كذا كثيرين ويقول لك هنا وهو هناك وما ايه يعني طب ما هو الميزان بقى انا مع تقديري واحترامي لك حضرتك قلت حاجه وحسيت ان دي يعني انا يمكن شاركت مع حضرتك لا انسى جون ويمبر الرجل مم. اللي اسس كنائس الفينيارد أيوه. في العالم كله أيوه. وهو شخص مستخدم كتب عديد أيوه. من الكتب باور ايفنجليزم healing باور وكل الحاجات دي كلها كتب كتب كثيره جدا في كان دايما شخص متضع كانت الناس لما تدخل الكنيسه عنده والكنيسه كان فيها 4000 واحد تدخل مدرج ضخم كان يقف في منتهى الاتضاع لدرجه ان الناس اللي كانت بتشوفه لاول مره كانت لازم لهم. تسال اللي جنبها هو ده جون ويمبر جون <applause> يقوله اه هو ده فيتعجبوا لان يعني بسيط ومتضع, بسيط ومتضع جدا وكان دايما يحذر من كلمه هكذا قال الرب متفق تماما امال قال تقول انا اشعر مثلا ان الرب مثقل على قلبي ان الموضوع كذا وكذا وكذا وانت كل اللي بتعمله انت بتطلق ما وضعه الروح القدس من على انتباعات. على روحك من انطباعات وتقدمه للاخر وتقول له انت تحتاج انك انت تمتحن تمتحن هذه الامور والامر ليك تقبل او ترفض شوف شوف الفرق هنا انك ممكن تقول الكلام ده ما لا يمت بصلة مثلا فده ده امتحانك الشخصي فهو لا يفرض كان الله يتكلم من خلاله ولا يوجد مكان للامتحان او الخطا وده كان حاجه من الحاجات اللي انطبعت في حياتي لما حضرت الوقت ليس بقليل تحت تعليم هذا الرجل ليس بالضروره اني اتفق مع كل ما يقوله لكن عايز اقول ان في حاجات محتاجين نتعلمها وناخدها من الاخرين اذا موضوع النبوه لابد ان يكون هناك ميزان اقيس عليه انا كشخص مؤمن بحب الرب ومش عايز اكون ضحيه لاي ارواح ضلال او اي افكار خاطئه او اي زي ما انت قلت جهاز استقبال بايظ فما هو الميزان الذي احكم به على النبوه؟ ما هو بيقول امتحن طب هل الامتحان ده انت شخصيه بحبك فاقبل اللي بتقوله او انت شخصيه من الشخصيات اللي انا مش مستلطفها فاقول لك الكلام اللي بيقوله ده كلام مش مظبوط ايه هو الميزان الكتابي الحقيقي اللي اقيس عليه النبوه حينما اسمعها من الاكيد ان ربنا بيقيم في وسط جسد المسيح قاده وخدام واصوات من المهم ان انا التفت اليها يعني حضرتك لما يكون عندك كلمه نبويه ليا زي ما بيقول ما اقدرش اتجاهلها ما اقدرش ارميها لكن ايه الدور اللي انا عليا لما اسمع كلمه نبويه الاسيس نبيل قالها لي؟ اللي ربنا علمهولي واللي انا اعتقد اني عايز اشارك بيه الناس، فضل أني انا اخذ الكلمه النبويه الاسيس نبيل قالها لي سواء انا بيعجبني الاسيس نبيل ما بيعجبنيش الاسيس نبيل لكن في سمح الرب اني اسمع كلمه كلمه مشوره كلمه نصيحه كلمه نبوه كلمه حكمه ايا كانت من هذا الشخص، انا باجي الكلمه دي نحطها امام الله. تمتحن على اساس الكلمه زي ما قلنا اول حاجه الكلمه تمتحن امام يعني ان لم تتطابق مع ما يقوله الرب بغض كل التقدير الأساس نبيل اه فانا مش هسمعها ارميها كده كده على كل التقدير فرميها. لشخصك طبعا آه. لكن انا قصدي أز... على طول على طول على طول اذا النقطه الاولى ان الميزان الاوحد والاكيد الذي يجب ان نلتزم به هو كلمه الله لو واحد بيقول لي حاجه وحكى لي قصه اختبار حصل معاه لكن في ذات الوقت قصته اختباره واللي بيقوله ما هو خلي بالك اللي بيقول مش بيقول انا لا اؤمن بالمسيح ما بيتبقاش حاجات يعني زي ما بنقول الشيطان مش بيطلع لك بقرنين لا بتبقى مغلفه في صوره مقبوله لكن انا محتاج لاني اعرف وادرك كلمه الله ان الكلام ده لا يتطابق مع الكتاب بغض النظر عن الاختبار يرفض هذا الكلام الحاجه الثانيه هي روح التمييز الكتاب بيتكلم عن التمييز تمام الديسيرمنت زي ما بيقولوا التمييز ده دو مش انا مش مش في حاجات كتير ممكن تفوتني انا لوحدي اه لكن لما يكون عندي جسد انا برجع ليه بصدقه الجسد ده بالمناسبه مش جسد بيحبني ويقدرني وقت ما انا اكون آه كويس قوي وزي الفل وبنحات زي ما بيقولوا يعني عايش حياه القداسه وبيقيمني داون جريد مي او يعني بيحطني تحت لما اكون تعبان ده مش الجسد الحقيقي الجسد الحقيقي اللي هو يحبك ويقدرك وانت كويس قوي ويحبك ويقدرك وانت واقع قوي معلش انا هطلب منك تعيد الجمله دي وانت بتكلم المشاهدين لكل خادم ولكل مخدوم من فضلك كرر العباره المهمه دي ما اعنيه هو ان الجسد الحقيقي اللي على قلب ربنا بجد هو جسد يحبك ويقدرك ويؤمن بيك ويقف في ظهرك وانت كويس قوي 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 وانت في اعلى حالات القداسه ويحبك ويقدرك ويقف جنبك ويثق فيك وانت في اوطى حالات عمره بيغير رايه فيك مش بيطلع وينزل عارفين الرب يسوع لما بطرس انكر الرب لو اي واحد عنده بيعمل رئيس مجلس اداره بيعمل شركته الطبيعي ان واحد لسه انكره عمره ما هيدي مسؤوليه نونسنس يبقى كانه لكن الرب يسوع بعد ما قام بيقول روحوا قولوا لبطرس ولاخواتي وبعد كده الرب يقول له ايه ارعى غنمي <applause> ازاي ده لسه انكرك من كام يوم تاتمنوا ازاي على الرعيه لكن هو دون المعنى الحقيقي بطرس بكى لما الرب بيقول له يا سمعان ابن اتحبني بكى الجسد الحقيقي في تقديري مره تانية هو الجسد اللي يقف جنبك ويحبك ويثق فيك وانت بجناحات بترفرف يعني في حاله من القداسه وانت واقع بيحبك بيحبك بجد واقف جنبك بجد وهو ده الحقيقه ان جسد المسيح يفتقره في الايام دي في تقديري ان احنا بنحب بعض نقف جنب بعض لما نكون حالتنا كويسه قوي وما نعرفش بعض لما نكون واقعين بمناسبة حتى الاسيس اعرف صديق ليا كان عايش في الدراجز وفي الخطيه وفي المخدرات وفي الزنا و و وبعدين عرف الرب إنكاونتر قوي جدا جدا وجيل المسيح هذا الشخص بعد ما جيل المسيح اتخبط واتعثر من ولاد ربنا وقال لي اقول لك حاجه قال لي دكتور ايمن عايز اقول لك حاجه مع كل التقدير لرب يسوع والحياه معاه الا اني اصحابي وانا في الخطيه كانوا اكثر جدعنه واو بص اللفظ واو. من ولاد ربنا واو. احنا عملنا ايه في جسد المسيح؟ بسبب بسبب الـ الـ يعني بسبب بسببنا ممكن بيجي عصر على اسم المسيح إذا في الميزان أو المقياس في الدقيقتين الفاضلين حضرتك أشرت إلى أن ما تسمعه لابد أن يتطابق مع كلمة الله لابد أن يكون هناك جسد له قواد وعنده تمييز بحيث يبقى في يعني نوع من التمييز لإن كان هذا الكلام هو صوت الله أم لا في أي إضافة ثانية ال ال الشخص نفسه بيجيب الكلام قصاد ربنا مش بقى مع الجسد ده أنا بحط قصاد ربنا و اعتقد انا في مرات كتير بعمل كده في حياتي اني واخد فترات صوم قدام ربنا علشان الكلام اللي انا بسمعه دوت ويتش دايركشن وانت صايم قصاد ربنا انا في تقدير الصوم ده حاجه من الحاجات المهمه قوي كان ربنا بيشفيك بيشفيك منك من شخصيتك من انطباعاتك من من انك انت تستقبلها كده وانت سلبي وكاني انا وانا وانا جاي صايم قصاد ربنا كاني بقول لربنا كل خلية فيك يا رب طلباك مم. كل خلية فيا قصدي كل خلية فيا يا رب طلباك وعايزاك مم. أنا بنكسر قدامك عشان أقول لك يا رب أنا مالياش غير إنك أنت تقول لي عايزني أمشي إزاي دكتور أيمن مش عارف أشكرك إزاي أشكرك على حذرتك. الجواهر وليس هذا مجاملة اللي قدمتها وأصلي من كل قلبي أمين لأحبائي وأخوتي وأعضاء جسد المسيح في كل مكان ان الحلقه دي تكون كل ما قدم وقدم من شخص الله يستخدمه في هذه الدائره فهو ليس غريبا عنها لكنه يمارس ما يقوله الكتاب بكل اتضاع بكل انكسار بكل صلاه وعايز اقول اللي ذكرته حضرتك مش كلام لكن انت تمارس ما تقوله وتعيش ما تتفوه به وهذا خير دليل على عمل نعمه المسيح اصلي اننا نجتهد ونجد المواهب الروحيه ولكن في ذات الوقت ان يكون لنا الاتزان الذي يكون سبب بركه وانعكاس لنور المسيح وتشجيع بنيان الجسد عمل الخدمه تكميل القديسين اعزائي اشكركم من اجل حسن المتابعه والى اللقاء وحلقه جديده من برنامج الحقيقه وبس